الثالث من نوفمبر من عام 1985، استضافت السلطنة الدورة السادسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد ألقى فيها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس الدورة خطاباً تضمن القضية الأمنية، داعياً إلى الارتقاء بمستوى التنسيق الدفاعي والأمني بين الدول الأعضاء وإزاء التطورات الراهنة على الساحة العربية، وحيث يشغلنا جميعاً الاهتمام بتنقية الأجواء وتوحيد الصف، فإننا نؤكد على الضرورة القصوى لتجاوز الخلافات الجانبية ووضع المصلحة العليا لأمتنا فوق كل اعتبار، لتتهيأ لها القدرة على مواجهة تحديات هذه المرحلة.